اهلا بحضراتكم من جديد. طيب استكمالا كمان لموضوع اتحاد الكوره والقرار اللي صدر بخصوص مارك كلاتنبرج، عندي كمان نقطه مهمه جدا وممكن تكون غايبه على ناس كتير بخصوص المرحله اللي جايه. انت دلوقتي اقلت او قبلت استقاله مارك كلاتنبرج، على فكره موضوع الاقاله والاستقاله نستنى عليها شويه لما نشوف تصريحات مارك كلاتنبرج بكره بالليل هيكون فيها ايه عشان نعرف الوضع بالظبط، لان لو في استقاله كنت اتمنى اتحاد الكوره ينشر الاستقاله على الموقع الرسمي او على الصفحه الرسميه عشان نعرف الراجل استقال وقال ايه حتى في تفاصيل استقالته. ولكن دلوقتي الراجل استقال، مش المفروض اتحاد الكره يطلع قرار او بيان اعلامي يعرف الناس مين المسؤول عن التحكيم الفتره الجايه؟ يعني دلوقتي الكلام الدائر في الوسط ان الكابتن محمد فاروق القائم باعمال رئيس اللجنه بعد توجيه الشكر لمارك كلاتنبرج، هل في قرار طلع الناس عرفت ان محمد فاروق حاليا هو المكلف باداره اللجنه لحين تعيين خبير اجنبي؟ ما طلعش. هل الناس عرفت طب مين اللي هيشتغل مع محمد فاروق؟ محدش عارف. انا بطرح السؤال ده ليه؟ ودي رسالتي للاتحاد المصري، يا ريت يا جماعه نتعامل بشفافيه، تعرفونا دلوقتي في الفتره الحاليه مين اللي بيدير ملف التحكيم، مين اللجنه اللي هتشتغل مع الكابتن محمد فاروق لو هو اللي تم تكليفه، مين الاعضاء اللي شغالين معاه، هل محمد فاروق عنده كافه الصلاحيات لاختيار الاعضاء اللي هيشتغلوا معاه لحين تعيين خبير اجنبي؟ كل التفاصيل دي عايزين نعرفها، لان هنستعرض مع بعض دلوقتي جدول الدوري، وشوفوا جدول الدوري في اليوم والتوقيت اللي رحل فيه مارك كلاتنبرج الجدول وضعه ايه، والفتره الجايه هنشوف جدول الدوري ده هيحصل فيه شقلبه وهتبقى الجدول شكله ايه. الاهلي في الصداره بعد 15 مباراه ب 37 نقطه، فيوتشر في المركز الثاني وبيقترب كثيرا جدا من دوري ابطال افريقيا ب 31 نقطه، بيراميدز في المركز الثالث وبينافس فيوتشر على مقعد دوري الابطال ب 30 نقطه، المقاولين العرب في المركز الرابع 27 نقطه، الزمالك خامس 26 نقطة، وعنده منافسة على المركز السادس والسابع مع الاتحاد السكندري وغزل المحلة والمصري، ولكل منهم 26 25 25 20 نقطة. ثم بقى أسوان الفريق الممتع اللي عامل نتائج طيبة ب 18 نقطة، ثم سيراميكا، سموحة، طلاع الجيش لغاية آخر فريق في الجدول النادي الإسماعيلي. نتمنى له التوفيق يا رب، والإسماعيلي يخرج من الكوة دي بسرعة. ده جدول الدوري دلوقتي وقت رحيل كلاتنبرج. لما نشوف بقى الماتشات الفترة الجاية ايه اللي هيحصل فيها والنتائج، لان انا حذرت مرة واثنين وتلاتة في شخص بيتواصل مع لجنة الحكام وهو بنفسه طلع قال ده، قال كلمت توفيق السيد، وفي مسؤول تاني طلع قال لك احنا ما جبناش حكم اجنبي عشان ارتاحنا للحكم اللي جاي، وانت كنت عارف منين ان هو جاي عشان ما تطلبش حكم اجنبي. انا بحذر من التفاصيل دي، لان اللي جاي بالشكل ده انتوا مش هتسمحوا ان المسابقة تمشي بمعيارين مهمين جدا، معيار المنافسة العادلة ومعيار النزاهة الرياضية، ألف باحتراف لازم تكون المعايير دي هي اللي بتدار بيها المسابقات. طيب